قبل الحرب ما كان في شيء، كل شيء منيح. بابا كان بيروح على شغله و بس قصف. بس واص اشتباكات، واحد يموت دم قدام بيتك، نوب نوب معيشة هنيك، نوب شي بيقتل. ما نقدر نطلع برا سوريا. طلع خطفوه، مسكوه، قوصوه، حرقوه، دعسوا. أول شيء قوصوا بعدين دعس، لا دعسوا هو حي بعدين قوصوا بعدين حرقوا. بدي شوفه، بدي أذبح حالي لأنه مات. خوف برعب، خوف برعب. بتمنى ان بابا يرجع.